نرحب بكم أعزائي المشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج حوارات ولقاءات خاصة. أعزائي المشاهدين الكرام، يعني راح نتطرق لموضوع هام جدا يؤرق كل بيت أردني، ألا وهو قطاع الهندسة في الأردن. يسعدني ويشرفني أن يكون معي سعادة رجل أعمال المهندس محمد سميح النصر، صاحب ومدير عام مكتب المهندس محمد سميح النصر تصميم واشراف واستشارات في عمان الحبيبة في جبل حسين. الله يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا فيك، شرفتونا سيدي. يعني يجوز الأردن بالفترة الأخيرة أصبحت تنتبه لموضوع المكتب الهندسي. يعني بنذكر أيام زمان بدي يبني له عمارة، كيف ما جت تجي وقطع من هون ومشي من هون وعلى السبحانية، يعني نذكرها هاي. لكن أنا بدي من خلالك توصل لي للمواطن، للمشاهد الآن اللي بشاهدينا، شو هو المكتب الهندسي بالأصل، وما هي الخدمات التي يقدمها، وكيف يستطيع المكتب الهندسي تقليل الكلفة على المالك وعلى الباني. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك يا سيدي. المكتب الهندسي هو عبارة عن يعني بيصمم، نعم، وبيشرف، ممكن يعني يشرف، يعني ممكن يشرف أو بيصمم يعني، بس ما بيعمل مقاولات، يعني ما بينفذ، ما بينفذ يعني. والمكتب بيجي المواطن عندنا على مكتبة أو مكتب ثاني واحد عندي، بطلب منه يصمم له، احنا نعمل له سكتش أولي حسب المساحات، بنعمل له سكتش أولي، لما وافق عليه بنبدأ الإجراءات، بنتم في نقابة مهندسين، بعد نقابة مهندسين بنروح على أمانة العاصمة، بناخذ موافقة من أمانة العاصمة على المخطط، وبعدين بنروح على الدفاع المدني. تاخذ موافقة. كل هاي المؤسسات بتشوف لها دور لها يعني. طيب هاي ممكن يكلفوا يعني زي ما تقول. راح نيجي إلى هاي المشاكل. لكن أنت يعني نصيحتك لكل من أراد أن يبني بيت فيلا إسكان، يعني انه يتوجه للمكاتب. انا نصيحتي انه يروح على مكتب هندسي ولو يدفع له شويه فلوس، لان في ناس بيعملوا هيك لحالهم، بعدين بالضبط بعدين بيكون امانه بيدفعوا غرامات والاخره. بس احيانا اذا بده عيد البناء بكلفه اكثر واكثر. ايوه، انا نصيحتي انه يروح يتوجه لمكتب هندسي، وبعدين يعني يكون مشرف المكتب الهندسي، يكون مشرف على البناء. مشرف على البناء. على البناء، ليش؟ لانه اذا هو مثلا ما بده اشراف، ممكن يعني يكون في خلل مقاول، بيكونش يعرف يعني شغلات كثيرة معينة، صحيح، خاصة ما يخص بالحديد وما حديد وشغلات هيك والبطون والوزن اللازم والأعداد اللازمة، ممكن يحط له مثلا حديد أكثر أو أقل. بس المشرف بيحط له حديد اللي هو زي مخططات، زي حسب الدراسة، زي مخططات يعني موجودة بينفذها. يعني هو بيربح، المواطن بيربح لما يحط يعني مهندس مشرف ولو بدفع له 4-5 دينار بالشهر. لا، انت بتلاحظ الربح طول العمر، مش والله ربح شهر وشهرين. لا لما بربح العماره كلها، ربح طول العمر بالنهايه. بربح العماره كلها يعني. صحيح سيدي. من هالمشاريع اللي نفذتوها، يعني لو تذكرنا، يعني ما شاء الله عليك قبل شوي تقول بدي اتقاعد، بقول لك لسه، فيا من هالمشاريع اللي بتتذكرها نفذتها انت؟ انا اكبر مشروع اشتغلت فيه اللي هو مشروع الضاحيه. ضاحيه؟ اي ضاحيه؟ الضاحيه اللي عند جيرة الراي. المشروع ضاحيه الرشيد. الاول ضاحيه الرشيد المنتج الاسلامي. اسمها ضاحيه الروضه. ضاحيه الروضه، نعم. اسمها ضاحيه الروضه، اول ضاحيه الرشيد مقابل شو اسمه. هذا اكبر مشروع انا اشتغلت فيه يعني، وحبيته. بس انا مش انا اشتغلت في شركه حبطور، هي اللي من دبي. كتصميم انت تصميم انا ما نفذ التصميم، بس بشرف. بشرف على الامارات. اما دي كنت انا اشتغل في شركه مقاولات وقتها يعني. طيب سيدي، لو هسه الان بدي انتقل للمشاكل اللي بتعانوا. انا بعرف تعانوا مشاكل من امانه عمان ووزاره البلديات وايضا الدفاع المدني. شو الاقتراح برايك؟ انا عارف انه هذا باخذ له شهرين، وهذا باخذ له 3 شهور، هذا باخذ له 4 شهور، بالتالي تحصل على اذن اشغال غير انك منتهي.
خلينا نجي احنا لو قلنا انه في مندوب دفاع مدني، مندوب من أمانة عمان، مندوب من اي جهة رسمية اخرى، وخلصوا المعاملة يعني جلالة سيدنا بنادي باللاب مركزية، ليش يحولوها للجنة لوائية واللجنة لوائية تنعقد تحت مظلة الامين؟ ليش ما نختصر ان المهندسين هذول الاكفاء سواء من أمانة عمان، من الدفاع المدني، من الاشغال العامة، من اي مؤسسة، ويعطوا الاوكي مباشرة اذن الاشغال؟ هاي فيها صعوبة. المشكلة انه في قوانين بتتطور كل سنة، كل سنة في قوانين جديدة في أمانة العاصمة. اها انتم بتطالبوا بثبات؟ لا هي بتتطور وبتزيد وبهيك يعني بتعمل بتخلي رؤوس الاعمال يعني رؤوس المال يعني يغادروا البلد زي ما غادروها راحوا على دبي وعلى مصر وعلى دول ثانيه. هذا دمار الاقتصاد. هو دمار الاقتصاد. لذلك انا رايي الدفاع المدني فيش مشكله معه، مش مشكله معه يعني. يعني مشكلتكم مع النقابه كمان ما فيها مشكله، ما في مشكله معهم احنا كمصممين يعني. نعم نعم نعم. المشكله بس الامانه في الامانه، الامانه بتاخير الاشغال، في تاخير، وبعدين يعني هم يعني معاملتهم مش كثير يعني مش سهله. يعني ما فيها ود بتحسها. بتحسش في ود مع بالامانه يعني. سيدي يعني انت بتعرف انه رب العالمين حبانا بنعمه الامن والامان وجسدها من خلال القياده الهاشميه اللي بنفتخر فيها في أرجاء العالم، وأيضا الشعب الأردني كان على قد الثقة، كان على قد ثقة جلالة الملك. الوحدة الوطنية كانت عندنا خط أحمر، ما سمحنا للفتن، ما سمحنا لأي كان يعبث بأمننا الداخلي. وبنلاحظ أن المواطن أصبح رجل أمن وشرطي، يعني عند اللزوم يشوف غرض مستعد يخبره مباشرة. صحيح. فبدي منك رسالة لجلالة الملك، للشعب الأردني، ل أواصلنا اللي مرابطين على الحدود، اللي هسه بوقت برد ووقت صيف ووقت ضوء، يعني الله يكون بعونهم، ما شاء الله علينا احنا بننام هم بيسهروا على راحتنا. فراح اترك المايك معك والشاشة لك، تفضل. احنا بنشكر جلالة الملك على كل شيء، مش بس أمن الأمان والعلاج وشغلات أمور كثير يعني قام فيها. الله يكون بعونه يا سيدي. بلى. بس احنا نحكي هسه على الأمن والأمان اللي هي بتتعلق في الاستثمار والهندسي والآخر. احنا نشكر جلالة الملك على توفير الأمن والأمان والأجهزة الأمنية كلها مجتمعة، اللي هي لا بتنام ليل ولا نهار. الحمد لله. تحرص على أمن المواطن. وعلى الجيش الأردني اللي كمان بيحرس الحدود، مرابط في الحدود، ما الله قوي يعني شد ويستقبل لاجئين ويحملهم، ما شاء الله عليهم. ما شاء الله ما شاء الله. والدفاع المدني كمان بالأمطار، واحد يعني يحكي كلمة الحق. احنا بلدنا بخير. وبنشكر كمان الشعب الأردني اللي هو يعني زي ما تقول ما يعني عنده المواطن، اي مواطن بيجي على الاردن وخلاص بيحترمه بيعتبروه كاخ. كاخ له يعني. ما شاء الله عراقيين، سوريين، وفلسطينيين، يعني لو عندها من 48 ل 67 ل 73 ل 82 ازمه لبنان، ل 90 ازمه الكويت، لل 2003 العراق، و 2011 و12 سوريا، الحمد لله رب العالمين. لكن ما زلنا ما شاء الله ما شاء الله احنا بنرحب بكل مظلوم، والحمد لله رب العالمين. الشعب الاردني شعب اصلي وكريم وبكون في الواجب على احسن وجه يعني. على هيك تربينا يا سيدي. ما شاء الله. طيب سيدي، يعني بدي قبل ما تنهي اللقاء تحدد لي عنوان هذا المكتب للتواصل معك عبر الشاشات الفضائيه. المكتب اسمه مكتب مهندس محمد سميح النصر، معروف في جبل حسين، عمارة سكينة، الطابق الثالث، الجناح الغربي، مكتب 15. طبعا أعزائي للتواصل معه مباشرة 0795500984، وراح يرده شخصيا، وراح نستعرض هذا الكرت على الشاشة إن شاء الله. سيدي الله يعطيك العافية. الله يعافيك. جهودك جبارة ومشكورة. شكرا لكم. وحفظ الله. بارك الله فيكم. تسلم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. شكرا لكم عزيزي. شكرا دمتم برعاية الله.